يلا مين داي شوي انا مع مين داي شوي داي شوي لا 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 هذا ما محسوب انت معي هلا وهيك هذا هذا صح تبعنا وا 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 وا. هذه اللعبه تسمى الفيشا في سوريا ما حكم هذه اللعبه مثلا الالعاب الاخرى التي تشبه هذه مثل البلياردو ما هو حكم الشرعي لهذه اللعبه نجد انه كثير من الشباب يتجمع هذه اللعبه نقول ان الحكم الشرعي في هذه اللعبه والبلياردو اذا ما رافق اشياء محرمه مثل مثلا الانديه او الصالات اللي فيها بيكون موسيقى وتدخين ومنكرات ما فيها شيء ما فيها باس على ان تخلو من الرهان مو اذا بربح تعطيني واذا بتضحك انت هذه واحده ما يكون فيها مسبات ولا يكون فيها كفر والعياذ بالله شباب مسلمين ان شاء الله ما في هذا الامر ايضا ما يكون فيها استغراق بكل الوقت نجي نحن عم نلعب والمؤذن عم يأذن او تروح الصلاه كمان هذا ما بيجوز وما تاخذ كل وقتنا باللعب لازم نلعب شوي وبعدين نروح على شغلنا على دراستنا فهذه الشروط اذا انضبطت بتصير اللعبه ما فيها باس ديننا يا جماعه في فسحه اللعب هو فسحه لكن ما كل ديننا لعب او ما كل وقتنا لعب بارك الله فيكم واحسن الله اليكم خلينا نوصل هذا المقطع ل 2 مليون بارك الله فيكم يلا ايه